ستعطى انطلاقة هذه المقابلة. هناك هذه فرصة، والفرصة في المقابلة وتدخل الدفاع. عدد الجهود اللي تيقوم بها في الهجوم ديال الفريق الوطني المغربي. عملية جميلة لفائدة المنتخب الوطني، كرة جميلة في العمق، هذه فرصة. دائما يوسف حجي، سيطرة لفائدة المنتخب الوطني اللي الآن لاعبين ديالو محتكرين الكرة. هناك سفيان العلودي بإمكانه باش يمرر مورا، وغاد جميلة بإمكانه باش يمرر زيدا، وكرة فركنية، كرة فركنية لفائدة المنتخب. يوسف حجي حاول باش يراو بالفعل مورا، وغاد جميلة زيدا قوية ولكن بعيدة. يوسف حجي كان مضايق، استماتة قوية، صراع على مستوى الوسط السفلي. هناك طريق سكيتيوي تغير الاتجاه. يوسف حجي، فرصة لفائدة المنتخب الوطني. كريستيان باصير، تمريرة، ولكن هذا سوف العلم. هدف 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 بواسطة سفيان العلودي، والجمهور الآن اللي تحرك بقوة. هدف من روعة بمكان، هذا ما كنا كننتظروه. الكل هنا ببروكسل كان كيتمنى أن المنتخب الوطني يظهر بمستوى جيد على الأقل. لحد الآن لاحظوا الكرة ما نزلتش تماما بالنسبة لسفيان العلودي، تلتقط تمريرة من كريستيان باصير، والهدف الأول، الهدف الأول لفائدة المنتخب الوطني. لاحظوا الإعادة من زاوية أخرى لكايل باصير، تم تغيير اتجاه ديال الكرة، وحتى الكرة ملي لمسات الأرض غيرت الاتجاه وخدعات الحارس، ولكن أخذت سرعة سفيان العلودي، خدف مباشرة بدون أن الكرة تنزل. بروكسل مروان الشماخ ما لمسش الكرة كثيرة، وهناك خطأ، تدخل ديال فان بويطا اللي جر لوت تموضوع وضربة رأسية قوية. كرة جميلة لفائدة المنتخب الوطني، دي فرصة تمريرة، وتدخل في آخر لحظة لمودي جاي. مودي جاي لاعب فريق لازيو، هذه تسديدة قوية، هذا العلودي، ولكن هناك تسلل، تسلل، تسلل سفيان العلودي، سفيان العلودي. قذفة قوية ديال يوسف السفري، كنا دائما تنتظروا نظر القذفات القوية ديالو. تسديدة من بعيد، تسديدة قوية، ولحسن حظ الحارس أن الكرة ما ارتطمتش بالأرض، لأنه كان البطولة الإنجليزية. لاحظوا الأداء ديال المنتخب الوطني الآن، ما كاينش هناك تسلل مروان شماخ، بإمكانه باش ينطلق بينفع انطلاقة لمروان شماخ، تمرر، وتدخل طارق سكيتيوي. لاحظوا العدد ديال اللمسات اللي قام بهم المنتخب الوطني، العدد ديال اللمسات المنتخب الوطني الان. لا بحال لا اضطر يعطيه الكره، كره خطيره، تدخل الحسين خرجه مودي جاي، وتدخل ممتاز للحارس نادر المياغلي اللي وضع فيه الثقه المدرب فتحي جمال. الوقت المناسب، هذه ضربه راسيه وتدخل جيد للحارس نادر المياغلي على غرار حراس كرة اليد، حارس فريق الوحدة الإماراتي، على عناصر كثيرة منه. مراوغة جميلة لطريق سكيتي، وبإمكانه باش يتقدم. بالفعل هناك خطأ، خطأ خاص إنذار، خطأ وإنذار، خطأ وإنذار، وفعل ورقة صفراء لأن ما كانش هو المدافع الأخير. هذا الشيء يوسف السفري ما تمكنش من تمرير الكرة، حتى الحائط ما كانش في المكان ديالو اللي خاص الحكم يحسب الامطار القانونيه. ضرب قدوري، تمريره جميله، وهناك الحارس هنا ببلجيكا، دي تمريره، فرصه لفائده المنتخب الوطني دائما، فرصه جميله، استناده، وكره، كره جميله العلودي اللي كان شويه ماشي في واحد المركز اللي يقذف، وخلى الكره غادي من بعد شفنا تلقتها، ولكن ركنيه، كره دائريه، الشماخ سيده قويه، طريق سكيتيوي، تيمرا، هدف، هدف لفائده طريق سكيتيوي بعد الهدف الاول ديال عادل او اللاعب سفيان العلودي.
خطأ كبير للحارس، ولكن حتى الأرضية المبللة والهدف الثاني. تلاحظوا التأثر الكبير ديال اللاعبين، تلاحظوا الأعلام الوطنية والفرجة هنا ببلجيكا. كان خطأ كبير، ولاحظوا بذكاء كرة تطمات كذلك مرتين. قراءة ديال الحارس كانت خاطئة جدا، الكرة تتمر، تنشوفوا أخطاء فادحة ديال الحارس البلجيكي. وهدف ثاني المنتخب الوطني المغربي، كما قلت السيطرة ديالو ديكي يخرج مروان الشماخ. هجوم لفائدة المنتخب الوطني، حجي سفيان العلودي بإمكانه باش يمرر، ولكن فضل يروق ضيع منه الكرة. ما كاينش هناك تسلل لدى فرصة لفائدة المنتخب الوطني. سفيان العلودي تضيع، يضيع سفيان العلودي كرة المقابلة. فعلا كان عنده اختيار لأن الكرة شوية صرعت، كان يقدر يقرب الكرة، كان لصالحه. كذلك هدفين لصفر. ضربة رأسية وهدف. هدف، كان هناك خطأ في الدفاع. هدف بواسطة ويتسل لاعب ستاندارد ليج. للدخل خلال الشوط الثاني كان هناك خطأ على مستوى التغطية، كان بوحدو لاعب ويتسل 19 سنة، لاعب جديد في صف المنتخب البلجيكي. ما كانش ينتظر بدر القادوري بان الكرة غتجي من الشرط وتمشي بهذه الكرة هادفة. قريب كثير من مروان الشماخ، نبيل الزر، مراوغة جميلة بإمكانه باش يمرر بالفعل. هذه فرصة لفائدة المنتخب الوطني. الحسين خرجة، كاينش هناك خطأ، وسفيان العلودي تخلي الكرة. إذا ركنية لفائدة المنتخب الوطني، نفذت كرة دائرية، ضربة رأسية، ولكن ضاعت شوية. الأمير الرباطي كان باق كما تكلمت في الشوط الأول، غنشوفوا هذا الهدف اللي تسجل في الهدف الأول، لأن ما كانش ينتظرها بدر القادوري الكرة غتجي. واحد ركنية، كرة ثابتة كلها خطيرة. لاحظوا قامت طويلة بالنسبة للاعبين ديال المنتخب البلجيكي. ضربة رأسية من مروان الفيلاني. مروان الشماخ، عملية جميلة. نبيل الزر بإمكانه باش يسدد فعل، ولكن فضل باش يراوغ. وكرة تضيع، وركنية. طريقة جميلة باش مبارك بوصوفة. تضيع الكرة من أمين الرباطي، ما انتظرش الكرة. كنقول بأنه تفاجأ بالكرة اللي وصلته الآن. تفاجأ بالمدافع اللي ممس الكرة. وكان اتجاه عادي الهرماش. مازال مبارك بوصوفة بإمكانه باش يمرر. وهناك خطأ، خطأ لفائدة المنتخب الوطني. الآن تركيز كبير، كرة دائرية جميلة، ولكن مشت جانبية. كرة في اتجاه الحارس نادير المياغي، خروج ممتاز. بدر القادوري، سفيان العلودي، انطلاقة لسفيان العلودي بإمكانه باش يمرر أو يراوغ. بالفعل مازال محتفظ بالكرة في انتظار المساندة، كان شيئا ما معزول سفيان العلودي. هناك ركنية، استماتة كبيرة للاعبين ديال المنتخب الوطني. تلاحظوا نبيل الزهر سواء الموضوع. كرة خطيرة لفائدة المنتخب البلجيكي، ونادر المياغلي في المكان المناسب. ما تيتيقش في الكرة، شوفوا كيفاش خداها وركز باش ياخذ الكرة ديالو. دخول لاعب، هذه فرصة لفائدة المنتخب الوطني. هدف، هدف لفائدة المنتخب الوطني، هدف من روعة بمكان. لاحظوا الطريقة اللي ركز بها اللاعب نبيل الزهر، وكيفاش اختار المكان المناسب، وكأنه تسدد ضربة الجزاء. فعلا ما زادش فيها الأخزامة، الكرة جات عنده هدية من المدافعين اللي ما تفاهموش في بعضياتهم في الدفاع، قطب الدفاع غادي نشاهدوا في الدور. لاحظوا ما كاينش تسلل نهائيا، خطأ كبير ورف العمق، جوج ديال اللاعبين. لاحظوا كيفاش ركز، كيفاش رفع الاعين ديالو واختار المكان المناسب. وتابع الرجلين ديالو، الرجلين ديالو مقوسين بسهوله، كيفاش ضرب الكره برجل وبخارج الرجل ديالو اليمنى. لاحظوا الهدف، طريقه باش سجل نبيل الزهر.
هدف جميل، كرة في الجهة اليمنى وتدخل ممتاز للحارس نادي المياغلي. ما يمكنش وما يتبينش بان المنتخب البلجيكي يقدر يرجع. المنتخب الوطني كرة هدف هدف عبد السلام بالجلون وفرحة هيستيريا هنا ب ملعب الملك بودوان ببلجيكا. أخزام هذه يومين وأنا موجود هنايا في بلجيكا وتنشوف المناخ. صباح اليوم أنا شفت هذه يومين المنتخب المغربي في الفندق، اللاعبين انسجام كبير ما فيما بعضياتهم، حتى المناخ خلات تكون أشياء إيجابية وتفاهم كبير. تنشوفوا ارتماعها بالضربة الرأسية ديال بالجلون اللي سبق المدافع المباشر لحداه. كما قلت أجواء كانت إيجابية من ناحية الطاقم التقني لكل لاعب. ونهاية المقابلة بفوز عريض للمنتخب الوطني المغربي هنا ببروكسل.